الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، لما بيكون في الجيش المصري عايزين يتأكدوا، أو أي جيش في الدنيا يعني عموما، عايزين يتأكدوا إن الأمور على ما يرام، الجنود في استعداد، الأسلحة مظبوطة، جميع أجهزة الجيش مظبوطة، بيعملوا حاجة اسمها إيه؟ تفتيش حرب. يعني إيه تفتيش حرب؟ يعني فجأة بتنزل لجنة عليا تفتش على كل جندي وكل قائد وكل طبيب تبع الجيش وكل حد في أي لجنة تبع الجيش، تفتيش كأن بكرة في حرب، هو كامل الاستعداد ولا مش كامل الاستعداد. وبتبقى عملية طبعا يعني مليانة بقى ايه مشاكل بعد كده، ومليانة عقوبات بعد كده للناس اللي مش جاهزة في اي لحظة جاهزات حرب. ان شاء الله بإذن الله النهاردة الدرس بتاع النهاردة تفتيش حرب. تفتيش حرب على ايه يا اخواني واخواتي؟ المرة الجاية امتحان سورة مريم بإذن الله سبحانه وتعالى. حفظتوا الصورة ولا لا؟ اللي حفظ الصورة ارفع ايده، ارفع ايدك يا حفظت سورة مريم؟ محمود حفظت سورة مريم؟ حفظتهاش ليه؟ أنت ناوي تدخل المسابقة ولا لا؟ ناوي تدخلها؟ حفظت السورة؟ ها وأنت؟ مين اللي ما حفظش السورة يا جماعة؟ ارفع إيده كده. أنا ما حفظتش. طب انسينه ده أنتوا إن شاء الله مش هتاخدوا عمرة، ده أنتوا هتاخدوا 5 سنين سجن إن شاء الله. عمرة مين يا عم؟ طيب يا إخواني، الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى تفتيش حرب المرة دي يا جماعة. طبعا اخواتنا كلهم، مين اللي ما فيش فيه مصحف دلوقتي؟ ها فين المصحف بتاعك؟ فين المصحف بتاعك؟ كل اخت من اخواتنا فين المصحف بتاعه؟ دكتور محمد مصحفك فين؟ ما تحسش انك انت مذاكر، انا اجيب لك اسئله مخصوص ليك انت ان شاء الله. يلا يا اخواني اخواتنا ماسكين المصحف بتاعهم النهارده يا جماعه ان شاء الله باذن الله عايزين نتكلم. امتحان سوره مريم هيجي شكله ايه؟ كلكم باذن الله لازم تدخلوا الامتحان ده. في ناس منشنة على جايزة عمرة، وناس منشنة على جايزة ان يكونوا من اهل الله وخاصته. في ناس ممكن تخرج من المسابقة دي اصحاب القرآن، ناس تخرج من المسابقة دي دخلت منشنة على عمرة. الوقت باذن الله سبحانه وتعالى نظام الامتحان اللي هنجيبه ايه؟ الوقت الاسئلة اللي هتيجي ازاي؟ اللي داخل الامتحان منكم باذن الله اخوة واخوات هيذاكر ازاي؟ لان الوقت احنا لما عملنا درسين عن الصلاة وبعد كده جت احداث برضه بعض الاضطرابات في البلد، فكل ده قطع الحبل بتاع الاتصال بتاع سورة مريم. فباذن الله ده الامتحان الجمعة الجاية العصر باذن الله هنا في الجامعة الشرعية هيبقى لجنة امتحان وهيبقى ارقام جلوس باذن الله سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين النهاردة نعرف الامتحان جاي ازاي؟ كل احنا ادينا في مريم 6 مرات، منهم مرة مراجعة مش دي اللي في النص، يبقى ادينا 5 مرات، يبقى الامتحان هيجي ان شاء الله 5 أسئلة كبار، 5 أسئلة كبار، كل سؤال جاي على يعني قصة زكريا ويحيى هيجي عليها سؤال كبير، قصة مريم وعيسى بإذن الله سبحانه وتعالى، كل حاجة إن شاء الله في الدرس إن شاء الله بإذن الله هيجي عليها سؤال كبير، قصة إبراهيم وباقي الأنبياء سؤال كبير بإذن الله، وهكذا المقدمة والفهم العام للسورة هيجي عليها سؤال كبير ان شاء الله، النص الثاني من الصوره سؤال كبير، يبقى كل مره بسؤال كبير، السؤال هيبقى فيه الف وب، هيبقى فيه الف من تفسير ابن كثير مباشره، لان الناس المفروض تقرا تفسير ابن كثير، وهيبقى ب من المذكرات اللي توزع جزء عليكم منها، والنهارده ان شاء الله يتوزع الباقي عليه على يعني ان شاء الله باذن الله الاخوه والاخوات في الورش باذن الله سبحانه وتعالى، وانتوا تصوروا مع بعض بقى للي مالوش نسخه. خلاص يا جماعه الامتحان هي النهارده تشييك، النهارده تفتيش حرب، النهارده اطمئنان، بعد شهرين مع سوره مريم، انتوا فهمتوا الصوره ولا لا؟ بعد شهرين مع سوره مريم انتوا مستعدين للامتحان ولا لا؟ ده دول 5 أسئلة كبيرة، ان شاء الله هيبقى فيه دول يعني لوحدهم 50 درجة أو 100 درجة، هيبقى فيه بقى 50 درجة تانيين على التسميع، على الحفظ، الحفظ هيجي بطريقة سهلة جدا، يعني أجيب لك الآية مثلا بإذن الله، بقول لك إيه؟ سمع الآية اللي إيه؟ اللي إيه؟ لا اللي قبلها، مش سمع الآية اللي قبلها، سمع الآية اللي قبلها مثلا يعني، أو سمع الآية اللي بعدها، أو هات لي آية بتقول الامتحان هيبقى سهل بإذن الله سبحانه وتعالى وهيبقى مباشر إن شاء الله. يعني يا جماعة ذاكروا يا إخوانا، دي فرصة، يعني شوف سورة مريم كام صفحة؟ أدي 4، أدي 6، 7، 7 صفحات ونص، 7 صفحات ونص، الصفحة حوالي 6000 حسنة، يعني حوالي 50000 حسنة لقراءتها بس، عشان تحفظها مش أقل من 10 مرات قراءة، يعني أنت بتتكلم في
نص مليون حسنة ده ده أقل حاجة. فتخيلوا كمية الحسنات اللي أنت ممكن تاخدها من الحسن. طيب فهم القرآن، ده أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يعني أنت ممكن ترتقي عند الله صورة تفهمها، ممكن تبقى راس حربة لفهم القرآن كله. يا جماعة ما الواحد بيفهم القرآن زي هي البداية صورة، هي البداية معنى تفهمه. يبقى إن أنت تذاكري مش القضية إن أنت كسبت عمر ولا لأ، القضية أنت فهمت القرآن ولا لأ، أنت فعلا اتحطيت على طريق العلاقة بالقرآن ولا لأ. مفيش حاجة هتعصر قلبك في علاقتك بالقرآن زي ما تقول إن في امتحان. يبقى الأسبوع ده كله إحنا قاعدين نستعد للإيه؟ قاعدين نستعد للامتحان، بنحفظ القرآن، بنقرأ في تفسير القرآن، قاعدين نشوف بقى ونفهم الصورة. الكلام ده أتمنى بإذن الله هيغير لك حياتك في علاقتك بالقرآن، لأنك بدأت تتعامل علاقة جادة بكتاب الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أن تجعل القرآن العظيم إيه؟ ربيع قلبي. أنت جواك ربيع ولا خريف؟ أنت اللي جوه قلبك، أنت جواك كده حاسس إنك جاي وجواك ربيع، جواك جنة، جواك جنة غناء، ولا أنت جواك خريف؟ ولا أنت جواك إيه؟ ونور صدري. أنت منور، أنت ماشي طريقك منور قدامك بسبب القرآن. سورة مريم لما كنت بتكلم مع زوجتي ومع بعض اخواني بقول لهم، يعني بقول لكل واحد منهم على حده، اللي عايز يفهم ان احنا لينا منهج يذاكر تفسير هذه الصورة، اللي عايز يفهم اننا لنا منهج واننا عندنا خط سير في الواقع واننا عندنا رؤيه في هذه الحياه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى يقرا ويقرا تفسير سوره مريم. يبقى ربيع قلبي ونور صدري، الربيع والنور. تخيل كلمه ربيع وكلمه نور في خير بعد كده ايه؟ وجلاء حزني. يعني ايه جلاء؟ يعني ايه جلاء؟ طب ما النبي قال ذهاب غم او ذهاب همي، طب ما الجلاء هو الذهاب ازاي؟ يعني ايه جلاء؟ يقول لك الجلاء شرع الجلاء بمناسبه جلاء الانجليز عن مصر. يعني ايه جلاء؟ يعني احنا طردناهم ولا هم اللي مشوا؟ مشوا، يلا بره، كلمه بره قاموا واخدين حياتهم وخارجين، خلاص. يبقى الجلاء معناها جلاء حزني، الحزن هو اللي يسيبك كده، يعني مش انت اللي تقاومه وتجاهده وتاخد له ادويه نفسيه عشان يبعد عن صدرك، هو اللي يمشي لوحده. وجلاء حزني وذهاب همي، ذهاب تنام تصحى ما تلاقيش فيه هم في صدرك اصلا، ولا هم في حياتك، الهم اللي مضعضع الناس، الهم اللي جاب ذبحه صدريه لنص الناس، الهم اللي خلى سن 40 سنه في مصر بقى سن السكر والضغط وبدايه اعراض الذبحه الصدريه، الهم اللي موتر الناس، ذهاب مشي، مشي فين؟ مشي كده وخلاص. تخيلوا احنا كل ده ثمره ان تجعل القران العظيم، كل ده ثمره علاقتك بالقران. يبقى لما تيجي فرصه ان احنا نبقى جادين في علاقتنا بالقران ولا نستثمرها، انتم احرار، انتم البطلين. هنبدا دلوقتي باذن الله. السؤال الاولاني هيجي من الجزء الاولاني، قصه زكريا ويحيى. السؤال ممكن يبقى مثلا 5 نقط او 10 نقط، يعني لان المسابقه طبعا هي جائزه عمره، فطبعا لابد من ان ايه؟ ان يعني ما نسيبش احتمال ان الناس تتساوى في النهايه ونلاقي نفسنا محطوطين في التساوي بين الناس. يبقى اذا ممكن يجي مثلا 5 اسئله مثلا في كل سؤال كبير، بحيث ان اشوف انت فاهم ولا لا، اشوف انت مذاكر ولا لا. يعني على سبيل المثال مثلا ايه الاسئله اللي ممكن تيجي؟ الفهم العام بالصوره، زمن نزول الصوره امتى؟ مرة نزلت امتى؟ مكي ولا مدني؟ مكي ولا مدني؟ ده الكلام العام، مكي ولا مدني؟ مريم مكي ولا مدني؟ يا نهار ابيض، مريم مكي ولا مدني؟ مكي، جميل جدا. طيب زمن نزولها امتى؟ لما تلاقي مقدمه السؤال تخض، مالكش دعوه بمقدمه السؤال، لما اقول لك العلاقه بين التفسير والسيره علاقه عظيمه، والقران هو قال الله والسيره هي فعل رسول الله، مالكش دعوه بالكلام في النهايه. وما لك ايه؟ ما زمن نزول هذه الصوره؟ ما زمن النزول؟ ايه؟ فين؟ لا السفر الميلاديه ده زمن الاحداث، ده قبل زمن ميلاد عيسى وبعد ميلاد عيسى، ده زمن الاحداث، زمن نزول السوره على النبي عليه الصلاه والسلام في انهي مرحله؟ قبل ايه؟ قبل هجره الحبشه. اقوم اقول لك بقى طيب لماذا؟ ايه علاقه سوره مريم بهجره الحبشه؟ ما قبل هجره الحبشه يبقى بتقال تقوم تقول لي ايه؟ ان فيها هجره سيدنا ابراهيم اول من اقام سنه الهجره في الارض، فتقول لي ايه؟ واعتذركم كلمه سيدنا ابراهيم لما هاجر قومه. يبقى اذا بكل بساطه الاب كلمه سيدنا مريم، إيه سيدنا مريم اذا انتبذت من اهلها مكانه شرقيه. الانسان ممكن يسيب اهله عشان الدين وعشان ربنا سبحانه وتعالى ويسيب وطنه. يبقى ده سؤال صعب، السؤال ده صعب ولا سهل؟ ادي سؤال اهو ما فيهوش اي مشكله. ممكن اجي اقول لك سؤال ثاني
علو الهمة في الهجرة لأجل الله. ها أعطي نموذجين من الصورة أو أعطي نموذج من الصورة، مش هجيب لكم حاجة كتير، يعني لو الصورة فيها خمس نماذج أجيب لك واحد. موضوع بسيط بس المهم تبقى فاهم. طبعا دي مش كل الأسئلة كده، الأسئلة هتبقى لقد جئتم شيئا إدا، يعني إيه إدا؟ ها؟ لما أقول لك مثلا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، يعني إيه ركزة؟ كده يعني الأسئلة تاوي مباشرة جدا يا جماعة. ولم أكن بدعائك رب شقية، يعني إيه؟ أيوة أنت لا اللي وراك، لا اللي وراك، ولم أكن، لا لا أنت، ولم أكن بدعائك رب شقية، يعني إيه؟ يعني سبب سعادتي في الحياة هو الدعاء. ولم أكن بدعائك رب شقية، يعني إيه؟ يعني ولم أكن بدعائك رب شقية، يعني عمرك ما رديت لي طلب الرب، بتعبير ابن كثير يعني عودتني إجابة الدعاء، عمرك ما رديت لي دعوة يا رب. قال لا ولم أكن بدعائك رب شقية، طيب هب لي من لدنك ولي، يعني إيه؟ مين؟ أدي معنى، ها؟ بأسلوبك، يعني إيه ولي؟ طيب جميل جدا. ليه سيدنا زكريا قال هب؟ ما قالش مثلا اعطي من لدنك ولي؟ ليه لفظ الهبه؟ ليه لفظ الهبه؟ ايه؟ ايوه اللي هي بقى ايه؟ انت عايز تقول ان الهبه عطاء بلا عوض، يعني مش معناها ان انا اديت عملت حاجه في الدين انا ما استاهلش يا رب، ولا عندي اسباب يا رب هتهالي من عندك. كل يعني انا ما استاهلش، هب لي هبه انا ما استاهلش، ولا معايا ان انا ادفع من العباده او من الاسباب ثمن هذا العطاء، ولكن اديني انت يا رب. كانت صعبه ولا سهله يا جماعه؟ موضوع بسيط جدا. ان شاء الله باذن الله الامتحان اللي هيركز معاه في الدرس ده ان شاء الله باذن الله ممكن يخرج باسئله الامتحان كلها. اللي هيركز معاه ده بس، وبعد ما يروح ياخد باله كويس ممكن يخرج باسئله الامتحان. ما سوى هذا هتلاقي كلام بسيط جدا. يعني ما لم اقوله هنا هو الكلام بقى البسيط. يعني اسم الرحمن ذكر كم مره في الصوره؟ ايوه انت اللي بنقراها. كم مره في الصوره؟ كم؟ مقراوك 16. طيب تقدر تسمع لي خمسه منهم؟ سؤال صعب ولا سهل؟ من 16 مره قول لي خمسه. ممكن اصعب عليك واقول لك سمع لي ال 16، انا مش هعمل كده. هقول لك ايه؟ سمع لي خمسه بس منهم. ممكن في يعني وهكذا. طيب لما اجي اقول لك سؤال اقول لك منهجنا هو كلمة الحق في وجه الظالمين مهما كلفنا هذا. دلل من قصص الأنبياء في السورة. هتجيب لي قصة مين؟ هتقول لي مين؟ مين النماذج في السورة اللي دفعوا عمرهم ثمن كلمة الحق؟ مين؟ سيدنا إبراهيم دفع عمره بسبب كلمة الحق؟ لا أنا أقول له جهر، إنما مين اللي دفع عمره؟ مين؟ سيدنا زكريا نشر بالمنشار، ومين كمان؟ سيدنا ذبح. السؤال ده صعب. خلاص ولكن انا وصلت لك. انت هتيجي في الاول تلاقي ايه؟ الكلمة الحق في وجه الظالمين، منهجنا هو كلمة الحق في وجه الظالمين مهما كلفنا. انت تتخض يا عم في الاخر، الموضوع بسيط جدا في الاخر، مالكش دعوه غير اخر كلمتين. امال انت جايب الكلمه اللي في الاول ان تخض ليه؟ عشان افهمك معنى، عشان اخلي الامتحان مجرد انك انت تقراه بعد كده يذكرك بمنهجك ايه؟ عشان ارسخ فيك النقط دي. انا مش جايب اسئله اتعبك فيها او اغلس عليك، انا جايب اسئله افهمك ان انت ليك منهج، صح ولا لا؟ عشان كده هتلاقي من ضمن الاسئله اسئله في اعجاز القران. يعني ايه اعجاز القران؟ يعني مثلا هاجي اقول لك مثلا من اعجاز القران الكريم مثلا الاعجاز الطبي في القران الكريم. دلل من الصوره على مثل من امثله الاعجاز الطبي في القران الكريم. هات لي مثل. ويمسك اليك بجذع النخله تسقط عليك رطبا جنيا. الايه دي فيها اعجازين مش اعجازها. الاعجاز الاول هو ايه؟ كلمه ايه؟ هزي حركي عشان الجلطات اللي بتيجي نتيجه النومه اللي بعد العمليات واللي بعد هذه الاشياء. طب والكلمه الثانيه؟ رطبا، ان الرطب في عناصر غذائيه تحتاجها المراه ايه في هذه المرحله. يبقى الموضوع، يبقى انا بوصل لك معنى زي ما فهمت دلوقتي. انا بوصل لك معنى بحيث ان احنا نرتقي مع بعض يا جماعه. اللي هيقرا المذكرات باذن الله يوصل لفهم طيب جدا باذن الله. وهقول لكم الوقت تذاكر ازاي. يعني انا هقول لك بكل بساطه، طب اذاكر ازاي ده في ابن كثير وفي مذكرات وطب اعمل ايه وكل حفظ. الموضوع بسيط جدا جدا جدا. انا هديك ترتيبه بسيطه ان شاء الله تلم بيها دماغك. ولكن الاسبوع ده كلنا نبقى عايشين مع القران سواء في المسجد او على النت باذن الله. الامتحان هيبقى برضه دكتور محمد فين، هيبقى الكتروني برضه باذن الله سبحانه وتعالى. طيب منهجنا ليس الاصطدام. كلمة الحق في وجه الظالمين لا تعني الاصطدام، الدعوة إلى
اللي هو الايه؟ اللي هو المواجهه ليس وراء العلماء دون ان يكون السفر وراء العلماء. دلل من السفر. ها؟ انا قلتها 20 مره في الشهرين اللي فاتوا دول. منهجنا ليس الاصطدام، دلل من الصوره. مين بعد ايه؟ عمل ايه؟ سيدنا يحيى، سيدنا يحيى لما ذبح سيدنا يحيى عمل ايه؟ ها؟ كمل في طريق الدعوة إلى الله، كمل في طريق الدعوة إلى الله، يبقى منهجنا الدعوة إلى الله بقوة، وكمل في كلمة الحق، وعمل كل حاجة، وفي الآخر لا الرومان ولا اليهود احتملوه، وحكم عليه بالإعدام صلبا، ولكن بسبب الدعوة إلى الله وكلمة الحق، وليس بسبب الايه؟ الاصطدام. طيب، ما الحالة السياسية لفلسطين في هذا الوقت؟ في حاجة اسمها الخلفية الواقعية للأحداث. مفيش حاجة اسمها انك تدرس لي قصة سيدنا أيوب وانت مش عارف سيدنا أيوب كان عايش فين أصلا، ولا كان بيعمل ايه أصلا، ولا كان انك تفهم يا ابني خلفية الأحداث، انك تفهم لما تعرف ان سيدنا أيوب ده كان راجل مليونير أصلا عليه الصلاة والسلام، مليونير، وان هو بعد كده لما أمطر عليه براد من ذهب وقبله قال له الأنبياء بيقبلوا الدنيا عشان يدوها للدين. يبقى إذا أنت بتفهم إن الدين مش عدو للدنيا. خلفية الأحداث لما تفهم إن سيدنا يونس بعث لنينوى، فين نينوى دي؟ اقعد دور على الخريطة واقعد دور في التاريخ تكتشف إن نينوى دي عاصمة الإمبراطورية الأشورية، وإن في الوقت ده الأشوريين كانوا جبابرة. لا، تفهم إن يونس كان بطل الأبطال. تفهم بقى، ما قعدتش تتخمم في شفارة، وما قعدتش تتخمم في نماذج الغرب، وما قعدتش تتخمم، تفهم إن إحنا السوبر ستارز. تفهم يعني ان انت ليك قدوات مهوله، تفهم البطولات المهوله بتاعت هذه الشخصيات. فانا ممكن اسالك سؤال، اقول لك ما الحاله السياسيه لفلسطين في وقت هذه الاحداث في قصه زكريا وعيسى؟ هتقول لي ايه؟ فلسطين كانت محرره ولا محتله؟ محتله. محتله من مين؟ من الرومان. الحاكم اليهودي اللي بيحكم فلسطين كان تابع مستقل ولا تابع للرومان؟ تابع للرومان. كان في رجال دين بياخدوا مرتبات عشان يفتوا فتاوى مضلله ولا لا؟ فتاوى مضلله. كان الواقع الديني منقسم الى جماعات ولا لا؟ كان الواقع الديني منقسم. بس انك انت تديني نبذه بس، ده الجيش حال زي ده، وان كان طبعا دي اسئله ممكن تيجي، ده حوالين سنه الصفر الميلاديه اللي هو قبل ميلاد عيسى وبعد ميلاد عيسى. طيب، منهج التضحيه لاجل الحق ولاجل الوصول الى الله ولو كان الثمن هجر الاوطان، منهجنا التضحيه من اجل الحق ومن اجل الوصول الى الله ولو كان الثمن هجر الاوطان. دلل، هتجيب لي ايه؟ نموذجين في الصوره واضحين، لو قلت لك هات لي نموذج هتجيب ايه؟ ايه؟ سيدنا ابراهيم، سيدنا مريم. انتبهت من اهلها، جميل جدا. طيب، لما اجي اقول لك بقى، ذكرت الصوره مظاهر لحب الله للعبد. ماذا لو احبك الله؟ اذكر من الصوره شواهد لحب الله للعبد. هتقول لي ايه؟ اول شاهد ايه؟ الحنان. الحنان فين؟ حنان بلا دون. تاني ايه؟ حاجه ايه؟ اخلاص حب الله للعبد الصوره. الرحمه. ايه؟ ذكر رحمه ربك عبده زكريا. ثالث حاجه الود. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ايه؟ سيجعل لهم رحمه الود. الرابعه ما تقول يا الرابعه ايه؟ لا مش حافظين ازاي يفتحوا المصاحف. نعمل اوبن بوك. الرابع الحفاوة، انه كان بي حفية. الخمسة العطاء، هبلي من ايه؟ رب هبلي ايه؟ هبلي من لدنك ولي، مش مفيش رب. طيب جميل جدا. يبقى اذا لما اجي اقول لك الصورة ترسخ منهج الاثر الدنيوي للطاعة التي لو علمها الناس لذابت قلوبهم شوقا للالتزام. يعني الصورة بتقول لك ربنا لما بيدي للصالحين بيغرقهم. هات لي شاهدين. ها قولوا لي كده امثله للعطاءات. ها قول. ايه؟ جعلني مباركا انا ما كنت ماشي. يعني ولو ان في شواهد واضحه جدا. ها فكلي واشربي وقري عينك. ها شوف انت بتعيش ماشي. ايه كمان؟ يا زكريا انا نبشرك بغلام ان شاء الله. ها انا مش سامع بس حاسس ان في كلام حلو. يا مريم وانى لك هذا، بس دي في ال عمران مش في مريم. جميل جدا. ذكر رحمه ربك عبده زكريا. طيب الصوره ترسخ منهج الاثر الدنيوي للمعصيه مش الاثر الدنيوي للطاعه. شواهد التي لو علمها الناس لرعبوا من المعصيه. لا انا بقول لك الاثر الدنيوي للمعصيه.
شاب الوقت في قهوة ولا صاحبك بيعصي ربنا فسوف يلقون غيا. جميل، دنيا واخرة. ايه كمان؟ ونمد له من العذاب مدا. بعد كده ونرثه ما يقول، ده دي في الاخرة بقى، يبقى معناه ان دي ممكن تبقى في الدنيا، انها هيتهلك في الدنيا. ايه كمان؟ طيب جميل جدا. صعب الاسئلة ديت، الكلام ده لن اخرج نهائي عن المذكرة وعن التفسير اللي قلت لكم. يعني يا جماعة اللي هيذاكر، مش مختصر ابن كثير بس، اللي هيذاكر الساعة دي، اللي هيذاكر اي تفسير بسيط زائد هيقرأ المذكرات بفهم، عايز يسمع الشرايط بتاعت مريم طبعا، لان انا ايه هيلاقيني مركز على نقط بقى بوضوح، هيلاقي الدنيا في غاية البساطة، مش هجيب سؤال غير مباشر. انا مش عايز اعقدك، انا عايزك تفهم. يعني انا مش قضيتي انك تتعقل، انا مش مصلحتي انك تطلع الامتحان صعب ابدا، انا مصلحتي انك تطلع قريت الكلام ده فهمته، لقيت الامتحان سهل جدا، لما فهمت تقوم تخرج تقول ياه ده القران ده صحيح منور لنا كل حاجه واحنا ما كناش واخدين بالنا، ده القران فهمنا المنهج، والقران مليان اعجاز في كل حاجه. طيب السوره كلها معجزات، هات خمس شواهد من قصه زكريا ومريم وعيسى، خمس معجزات قولوا يلا. خلف قول لي باللسان كده اسم المعجزه ايه؟ يحيى ولادة يحيى. ايه تاني؟ ولادة عيسى اثنين. ها كلام عيسى في المهد ثلاثة، لسه في اثنين. لا حمل مريم ايه، ما هي ولادة عيسى خلاص. ايه جميل جدا، احياء النخلة أو على القول اللي قال انها كانت نخلة حية وغير مثمرة اثمار النخلة فورا، وعلى القول اللي قال انها كانت ميتة احياء النخلة. ها لسه في خمسة في نفس الآية في نفس الحتة اللي انت قلتها. لا يا جماعة، قد جعل ربك تحتك سرية النهر. يبقى دي خمسة اهو، انا مش هاجي اقول لك خمسة، انا هاجي اقول لك مثلا يعني، ولو قلت لك خمسة الموضوع بسيط، اديني قلت لك السؤال اهو، او السؤال ده ممكن يجي ويبقى بدرجتين ونص، كل واحد على نص درجة. صعب يا جماعة؟ موضوع بسيط، بس انا عايزك تفتح دماغك وانت بتقرا القرآن. طيب تعالى معايا بقى سؤال، سبب تخلف الأمة ليس الدين ولكنه البعد عن الدين. خلف السعدي قال لك أعادونا إلى الوراء والخلف، يعني دول اللي سبب التخلف. كلمة خلف دول سبب التخلف. طيب سبب الحضارة البشرية هو الدين، من مؤسس الحضارات البشرية في الصور؟ سيدنا لا زكريا، إدريس. سيدنا إدريس ده حتى في بعض العلماء قال لك إدريس من الدراسة، يعني قال لك ادريس ده ليه علاقه، يعني البعض طبعا من كان الكلام يعني ايه بيبقى فيه تحقيقات. طيب ممكن اجي اقول لك اشرح مباشر، يعني ايه ونرثوه ما يقول وياتينا فرده، يعني ايه ونرثوه ما يقول وياتينا فرده. ايوه انت، طب اللي وراك، طب اللي وراك، طب انت، ايوه ايوه هو انت. يعني ايه ونرثوه ما يقول؟ استاذ ياسر ساب الكاميرا دي. طب يعني ايه ونرثوه ما يقول؟ اخواننا اللي قاعدين ورا اللي ما شاء الله مطمنين. استاذ ماجد، ايوه انت ربنا يحفظك، ماشي قولوا انا عارف انك عارف بس الصوت هيبقى بعيد. طب خلي سيف يقول. يعني ايه ونرثوه ما يقول؟ يعني هناخد منه كل حاجه. ده قول من الاقوال في التفسير، قول جميل جدا، سناخذ منه كل شيء حينما ياتي اليمون. يبقى بعد كده يعني ايه وياتينا فردا؟ هيجي من غير اي حاجه، هناخد من عارف اللي هو وورا الباب، هات سلم سلسله المفاتيح كلها، يلا كل حاجه بره، ادخل القبر حافي عاري بقى، حاسب على كل حاجه. يبقى ده معنى من المعاني. طيب هاجي اقول لك سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى خد بالك المعاني، ده اسئله صعبه، مفيش اسهل من كده في الدنيا يعني. طيب انما تبقى انت انسان فاهم، اللي هيفهم من الامتحان ده يا جماعه والله هيبقى انسان فاهم باذن الله سبحانه وتعالى. هتحب القران، هتتلذذ بالقران. خدوا بالكم، مش عارف يعني انا قبل كده عملت امتحان لبعض اخواني في سوره محمد، يعني بعد ما قعدنا مع بعض فتره في المدرسه ده كان امتحان صعب جدا، لحد دلوقتي بطلع ورق الاجابه بتاعهم وابص عليه واحس ان انا قلبي بيذوب،
يعني من شدة المعاني والفهم اللي بيتفجر من الآيات يعني. طيب أسباب الاصطفاء، الصورة تتحدث عن أسباب اصطفاء الله للعباد وأنها ليست وهمي فقط وإنما هناك جزء كسبي، خلاص يعني مش كلها كده هو ربنا اختار ده، ففي أسباب عشان نتشجع. طيب هات ثلاث أمثلة للاصطفاء مع ذكر السبب. فأرسلنا إليها روحانا، جميل جدا. السبب إيه هنا للاصطفاء؟ العبادة. جميل، إيه تاني؟ إنه كان صديقا نبيا، لأن كلمة نبيا بعد الصدقية مثلا على هذا يبقى إيه؟ يبقى اليقين، علو اليقين وتصديق كل وعد الله وعيد. طيب إيه تاني اللي ممكن يجي؟ ها؟ جميل جدا، وإيه كمان؟ لا أنتوا ما شاء الله أنتوا مذاكرين، وفي حق وأول تاني آية يا جماعة. تاني آية في السورة، تاني آية ذكر رحمة ربك عبده إيه؟ زكريا. يعني أنا ممكن أجيبها لك هنا بطريقة تانية، أقول لك من إعجاز القرآن الإعجاز في السيادة والنقصان، فلا يوجد لفظ في القرآن بلا حكمة، وهو قال لك ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لو شلنا عبده هتبقى ذكر رحمة ربك إيه؟ زكريا، المعنى هيختلف؟ لا مش هيختلف. اللي في ذكر رحمة ربك زكريا، لو انت قريتها كده كنت حسيت ان في حاجة ناقصة؟ لا. طب كلمة عبدة زيادة ولا ليها دلالة؟ مادام لقيت لفظ زاد او لفظ نقص له دلالة، ايه دلالة ذكر كلمة عبدة قبل كلمة زكريا؟ ان سبب الرحمة ليس سبب ايه؟ شخصي، وانما بسبب عبادته لله وعبوديته لله. يبقى ده يعلمنا ان اللي هيعمل زي ما عمل ربنا برضه يفتح عليه، صح ولا لا؟ يبقى ده من اعجاز القران اللفظي، يبقى انا بفتح عينك على قضيه الاعجاز. طيب دلل من الصوره ان قوه العباده وقوه الجهد لاصلاح القلب ليس من الدروشه في زمن الاضطرابات السياسيه. الان كثير من الاخوه على النت والفيس والسوشيال ميديا يقول لك ان اللي بيتكلموا في العباده والقلوب ده دروشه. الوقت من لا يتكلم في الدماء فهو مش عارف يمشي. يا عم هنتكلم في كل حاجه، هو انا ممنوع اتكلم في العباده دلوقتي؟ دلل من الصوره ان العباده في وسط الظروف الاضطرابات السياسيه ووسط الظروف الدنيويه الصعبه ليست من الدروشه. ها هتجيب لي نموذج جديد يا يحيى، خد الكتابه بقوه. ما يعني يا جماعه زينا زكريا، زي خرج على قومه من الايه؟ محرم. محرم فلسطين محتله وانت داخل لي محرم، وسيدنا محمد رب السماوات والارض هو بينهما فايه؟ فاعبده وايه؟ واصطبر لعباداته. قلنا اصطبر العباده ده لفظ حربي اصلا، زي اصطبر لقناتك. اوعى تسيب العباده، اوعى اي حاجه تخطف قلبك من العباده. ما تبقاش واقف بتصلي وانت قلبك في المشاكل اللي في الواقع، صفي قلبك لربنا وشوف لما هتيجي تقول كلمه الحق ربنا يفتح على ايدك قد ايه. يبقى اذا انا عايزك تخرج، دي اخطر معانا انا عايزك تخرج بيها، ان العباده مش دروشه، ان العباده مش لما كل حاجه تستقر. يا ابني ما فيش حاجه هتستقر لا في حياتك ولا في المجتمع الا لما نعبد ربنا. دي مش دروشه، ما حدش يكسرك نفسيا، ما حدش. الكلام الفارغ اللي بيتقال على الفضائيات وللاسف من بعض كمان اهل الدين، ولكن اللي واخدين اتجاه يقول لك الشيخ فلان قال كذا، يقول لك يا عم دول من المريخ. مريخ ايه؟ هو انا يا اما سيب العباده وارمي المسجد وارمي التربيه وارمي الدعوه وبطل اتكلم عن الجنه والنار واسيب اخره الناس تولع عشان اتكلم؟ هو الدين عندك بقضيه واحده؟ انا مش بقول لك ان قضيتك مش دين، انا مش بنكر عليك ان قضيتك دين، قضيتك دين، ولكن انا بقول لك ان الدين كبير وان قضيتك مش هتنصر غير لما يحصل الكلام اللي في قصص الانبياء. يبقى ده كلام خطير، لان ده كلام ده قصص انبياء. طيب دلل من الصورة أن الجهد في الدعوة والتربية ليس دروشة في زمن الاضطرابات السياسية وزمن المشاكل الواقعية. دلل من الصورة أن جهد الدعوة مش دروشة، ده أنت عندك 50 شاهد. خرج على قوم محمد، برضه خرج على قوم دعوة، وإيه كمان؟ جعلني مباركا أينما كنت، ما دي دعوة، وإيه كمان؟ فإنما يسرناه بلسانك لي تبشر به وتنذر به، فإنما أطوى أداة حصر في اللغة، يعني ركز في طريق الدعوة إلى الله. طب ما ده دعوة إلى الله، إيه كمان؟ يبقى جهود الأنبياء في الدعوة رغم الوضع
الواقع الرهيب الذي عاشوا فيه معناها ان شغل الدعوة والكلام عن الجنة والنار في هذا الوقت مش درويشة ولا حاجة. كلام ده خطير، كلام ده منهج عمق. عشان كده بقول لكم اللي هيذاكر تفسير مريم هيفهم ان احنا عندنا منهج واضح جدا، ومنهج ليس فيه جبن ولا فيه تخاذل ولا فيه تنازل. ما احنا بنتكلم في كلمة الحق، بس بقول لك ان الطريق مش باستضافة، ليس جبنا ولكن لان احنا ماشيين ورا الانبياء. يعني هو كلمة الحق قليلة، انما يعني افهم انا. طيب دلل من الصورة ان منهجنا ليس الاستعجال في الوصول للتمكين، لا الاستعجال. هات لي دليل. لا بقى ما ادري، لا صعب اللي عملته، ما تجيبليش ادله لفه، انا عايز دليل كده اهو. سيدنا ايه؟ قبل ايه؟ هبل من لدنك وليا. دليل زي الشمس، ان انت دلوقتي انت لسه هتجيلك طفل وتربيه ويكبر ويتعلم علم شرعي. يا نهار ابيض، ده ما هم بيقولوا علينا دروشه كده. يا طول بالكوا يا اخي، انتوا لسه بتقولوا للناس العلم الشرعي وهيذاكر فقه وعقيده وهيقعد تربيه. يا عم تربيه ايه؟ الدنيا بتتحرق والوطن. يا عم ما الدنيا بتتحرق، ما حدش عارف يقول حاجه. ليه؟ لان مفيش رجاله. هو سميه رضي الله عنها لما طعنت في فرجها وقتلت النبي ما ردش. ليه؟ الصحابه مش بتربون. يوم بدر رد عليه الصلاه والسلام، ليه في رجاله؟ يبقى الوقت يعني هترد من غير تربيه ازاي؟ تعالى الوقت كده اقف في الشارع اقول له بقى رجاله اعلن الجهاد الى فلسطين. مين اللي هيجي بقى ومين اللي يعني ما اخواننا، ما القضيه من غير تربيه مش هياخد رجاله. هي مش قضيه انكار للجهاد ولكن قضيه ان في سلم اللي مش الا يقول لك انا عايز ابني يطلع دكتور. خلاص يا حبيبي، دخله حضانه وبعد كده ابتدائي وبعد كده اعدادي وبعد كده ثانوي. يا مجانين، انا هعمل كل ده عشان ابني يبقى يا عم. ما هو لازم يطلع السلم. خلاص اخبط راسك في الحيطه بقى، انت حر. ما تندمش انك تلاقي عمرك ضاع في الاخر لانك انت اضطريت تخبط راسك في الحيطه مش عايز تاخد السلم. نحن لا ننكر الاصلاح ولا مناهج الجهاد ولكن احنا بنقول لابد من التربيه. طيب جميل جدا. يبقى اذا في برضه يعني ملاحظه هنا مهمه جدا، ان الحكم ذكر في الصوره. اين ذكر الحكم في الصوره؟ يعني الصوره اللي بتتكلم على العباده والمحاريب ذكر فيها الحكم. احنا مسكنا الحكم في صوره مريم يا جماعه، ذكر الحكم فين؟ واتيناه الحكم. واتيناه ايه الحكم؟ هاجي اقول لك كده، ما معنى كلمه الحكم؟ ايه معنى كلمه الحكم؟ هو معنى الحكم ان سيدنا يحيى مسك السلطه. يبقى الحكم مش السلطه بس، انما الحكم الحكمه المخضعه التي دان له بها الناس. هو يعني ايه حكم؟ يعني اقول يمين يمين شمال شمال. طب مش ممكن واحد بسبب علمه وحكمته وتمكين ربنا ليه في القلوب يقول للناس يمين يمين يقول لهم شمال شمال؟ صح ولا لا؟ يبقى القضيه مش قضيه انك لازم تمسك كرسي عشان تبقى مسكت حكم. يبقى قضيه الحكم، ذكر الحكم هنا يعني ده معناها. طب وذكر الحكم مع ايه؟ ايه العمل الصالح اللي ذكر مع الحكم؟ ايه؟ لا يعني ايه العمل اللي بسببه خد الحكم؟ ايوه خد الكتاب يبقى الارتباط بالقران. يبقى هاجي اقول لك دلل من الصوره على اهميه الارتباط بالقران، وهقول لك ايه ثمار الارتباط بالقران بالصوره. هتقول لي خد الكتاب بقوه، معناها هتقول ايه؟ واتينا. اتينا دي معناها ان هو جه بالسهل ولا بالصعب؟ بالسهل جدا. بعد كلمه خد الكتاب بايه؟ بقوه. يعني هو تعب في حاجه واحده واستريح بعد كده في كل حاجه. تعب مع القران بعد كده استريح في كل حاجه في حياته. اتيناه الحكم ايه؟ صبيه. يعني واحد في رابعه ابتدائي يا جماعه. سيدنا مريم دلوقتي هناخد واحده في اولى اعداد. يعني الكلام ده عشان كده ممكن اقول لك التربيه تجعل الاطفال ابطال. دلل. هتقوم تجيب لي ايه؟ يحيى صبيه. هتقوم تجيب لي ايه؟ مريم وهي لسه عندها 13 سنه. يعني على بعض الاقوال يعني اولى اعدادي. هتقوم تجيب لي ايه؟ عيسى في المهد وبيتكلم. طيب خلاص احنا مكانها في نفسك. طيب ممكن اجيب لك سؤال؟ ممكن في اسئله برضه عاليه. اذكر ثلاث ملامح للجهاد الديني لزكريا عليه السلام. سيدنا زكريا كان خطته في الاصلاح دي. هو يا جماعه احنا دروشه؟ يعني معلش، هو انا جاي هنا دروشه كده؟ يلا يا عم هو درس وخلاص، ولا في خطه للاصلاح؟ المفروض ان الدرس ده
جزء من خطة الإصلاح. المفروض إن شغل الدعوة مثلا الميدانية في الشوارع ده جزء من خطة الإصلاح. المفروض إن التربية الخاصة وبناء كوادر تبقى بكرة دعاء جزء من خطة الإصلاح. المفروض إن تربية الأطفال اللي قاعدين ورا في الورشة اللي ورا بإيه جزء من خطة الإصلاح. المفروض إن الاهتمام بالنساء جزء من خطة الإصلاح. المفروض إن عمل مسابقات في التفسير. يبقى إذا إيه خطة الإصلاح اللي سيدنا زكريا؟ أذكر ثلاث حاجات من ملامح منهج الجهاد. يبقى التربية الخاصة دي اسمها التربية الخاصة. يبقى التربية الخاصة بدليل انه قال لي هب لي من لدنك ايه؟ ولي واحد. طب ما في مليون ملتحى ومنتقب. لا انا عايز واحد بس قادر. طيب التربية الخاصة ايه تاني؟ الايه؟ دي اسمها التربية العامة. يبقى خرج على قومه وعرب اوحى لما نسبحه بكرة العشية. دي اسمها الدعوة العامة والتربية العامة. لازم عموم الجمهور يترب. انا مش هقعد اربي في خمسة واسيب 90 مليون واحد ضايعين. يبقى زي ما بهتم بالتربية الخاصة لازم يبقى في خطاب عام للدعاء يربوا الناس ويفهموا الناس بكل قوة. يبقى ده الملمح الثاني من منهج التغيير وخطة التغيير عند زكريا. ايه كمان؟ يرثوني يوارثوا ايه؟ ده دي نقطة تانية لسه هجيبها. ماشي برضه ما التربية يعني العلم الشرعي اللي ممكن نخرج منها الاهتمام بالعلم الشرعي. يعني فين يرثون آل يعقوب؟ الاهتمام بالعلم من مصادره من آل يعقوب. آل يعقوب دول يعني العلماء العاملين الذين ورثوا علم سيدنا يعقوب عليه السلام. يبقى الالتفاف حول العلماء. طيب أنا ممكن أسألكم سؤال في الصورة أقول لكم هو سؤال ممكن يبقى صعب بس أنا بجيب لكم عليه. هو عظمت الصورة قدر أهل العلم تعظيما شديدا وذكرت أنه لا بد من الرجوع إليهم والصدور عن رأيهم وعدم الحركة في الواقع إلا تحت رؤيتهم ومشورتهم. دلل من الصورة. المثل الأول يا أبدي إني قد جاءني من الإيه؟ اتقربت قوي. ما لم يأتك إيه؟ لأ أنا عايز الشاهد. فاتبعني أهدك. فأنت قلت لكم وأنا بشرحها ده منهج إنقاذ الأمة. فاتبعني أهدك. لازم الأمة كلها تمشي ورا العلماء. طيب الحاجة التانية عشان تترجم الدليل التاني في الصورة. ها؟ ده انتوا لسه قايلين يا نهار أبيض. من آل يعقوب. قال لك يعني آل يعقوب؟ قال لك هو سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب كان مات من كام سنة يا إخوانا في الوقت ده. قال لك أمال يعني إيه قالوا؟ قال لك أي العلماء الذين ورثوا علمه. بس يا جماعة القضاء مش علم بس. وعملوا بهذا العلم فصاروا علماء عاملين. يعني معناه ان لابد ان نتربى على تحت ارجل العلماء العاملين. ها طب جميل. ولابد ان تتبع ايه قال يعقوب واتبعني اهدك. لابد ان نسير وراء العلماء. طب فين دليل ثالث اللي هيجيبه له عندي 50 جنيه؟ رفعناه مكانا عليا. رفعناه مكانا عليا. يا اخي كسفتني يا اخي. هو جميل والله. بس هو ده اصل ادريس يعني كان عنده العلم الدنيوي برضه كبير جدا. فده برضه دلاله مقام علماء الدنيا. ماشي وممكن يلحق بقى علم الدنيا والدين. بس مش ده اللي انا كان قصدي عليه 50 جنيه. لا مش فنان يا صدام. ايه؟ عندي السؤال. انا عايز مقام العلماء في الصوره. مش بقول لكم الصوره بتقول منهج. منهج مقول يا جماعه بس افهموه. مش بس افهموه صدقوه. انا بقف مع الاخ ببقى يعني هعمل في نفسي حاجة يعمل في حاجة. اقول له يا ابني بقول لك فعل الانبياء هذا. لا اصل الواقع مش هيتصلح. انت بتقول ان الانبياء مش فاهمين في الاصلاح والتغيير. يا دي المصيبة. عبدالله كلام انا بالعلم. انا على الله عليه. ماشي بس انا عايز حاجة. وجعنا وكما دعوة. لا. لا. يا اخت هارون. مش لما جه وفد النصارى نكراها قالوا للنبي انت يا مرحبا مال هارون. ده هارون كان ايام موسى والسيدة مريم ايام سيدنا عيسى. فقال لك انما كانوا يسمون انفسهم باسماء الايه؟ الصالحين من قبلهم. الاسماء اللي ان الامه تسمي نفسها باسماء العلماء بتوعها لدرجة انك تسمي ولادك وتنسب نفسك لاسماء علمائك واسماء تراثك. مش العلمانيين الله ينتقم منهم اللي بيحاربوا التراث وبيحاول لك الف سنة من امة تخل. الله اللي هيرد عليهم باذن الله سبحانه وتعالى. اللي بيعتدوا على علماء الامة وعايزين لانهم عارفين ان لو اتضرب التراث
مشاكل ياخدوا الثلاث دقايق يعملوا ايه؟ ولع الدنيا بيهم يا عم. ما هو بشر. طب ما تذكر ال 50,000 دقيقه ولا النص مليون دقيقه خير؟ لا، واحنا هكذا عارفين نرد عليهم. يبقى يا اختي ايه؟ هم الانتساب للعلماء والاعتزاز بالعلماء والافتخار بالعلماء واحياء اسماء العلماء. حد منكم يسمي ابنه ابن تيميه او ابن كثير او ابن رجب؟ اي حاجه بقى يعني انت. طيب يبقى احنا كان السؤال، يبقى سؤال، ولو انا جبت لكم سؤال الاعتزاز بالعلماء ادي اجابته اهو، يعني ما اناش عايزك تجيب جديد. سؤال صعب، صعب انك انت تسمع الدرس ده تاني وتنقش وتجاوب السؤال لو جالك. ان شاء الله هتلاقوا يعني الموضوع بسيط جدا. يعني السؤال الصعب، الحاجات الصعبه انا بقولها لكم دلوقتي، ما سوى ذلك ان شاء الله سهل جدا. طيب احنا قلنا خطه التغيير عند سيدنا زكريا، قلنا بتعتمد على التربيه الخاصه والتربيه العامه، ايه كمان؟ والالتفاف حول العلماء، التفاف الامه حول العلماء، ثلاث حاجات لحد دلوقتي. ايه كمان خطه التغيير عند زكريا؟ ايه منهج زكريا التغيير؟ يعني لو سيدنا زكريا دلوقتي موجود هنقول له يا نبي الله انت تريد الاصلاح؟ قال اه اريد الاصلاح. يا نبي الله ما اليات الاصلاح عندك؟ ولا احنا بنعمل وخلاص؟ لا ما بنعملش وخلاص، في اليات. ايه الاليات؟ عشان نطبقها دلوقتي، عشان دي منهجنا. ايه تاني؟ طلعني خرج على قول العباده والمجاهده في اصلاح القلوب. الله اكبر، مش حاجه اسمها دعايه بيطلع على المنبر وينزل من على المنبر يقعد يكلم الناس وما يروحش البيت يصلي ويقوم ليل ويجاهد على قلبه؟ مفيش حاجه اسمها انك تعمل لي عم الملتزم وتدخل بيتك تقعد تهق على الفيسبوك، تدخل بيتك تجاهد من اجل اصلاح قلبك. ماشي، جميل جدا. يبقى العباده هو اصلاح القلوب والاهتمام بالقلوب. النقطه الخامسه، ها؟ أن سبحوا بكرة وعشية. ده اسمه منهج ايه؟ لا، منهج تحريك الناس وليس مجرد ضعف الناس. ده ممكن اجيبها لك اقول لك دلل على ان الداعية الناجح ليس هو الذي يعظ الناس فقط ولكن الذي يحرك الناس في العمل الصالح. هات شاهد، فخرج على قومهم الاحرار، ها؟ فاوحى اليهم ايه؟ ان ربنا عظيم والجنة جميلة، بس لا، ان سبحوا بكرة وعشية. يبقى تحريك الناس في العمل الصالح لازم. لو في يوم من الايام اي واحد منكم او واحده منكم بقى داعي الى الله على اي مستوى في اي صالح، يحرك، حرك مراتك في العمل الصالح، حرك اولادك في العمل الصالح، هات اولادك وخلوهم يعملوا حصاله اسمها حصاله فلسطين او حصاله الفقراء واليتامى ويحوشوا، خليك ابنك هو اللي يحط الصدقه في ايد الفقير، حرك الناس في العمل الصالح. طيب جميل جدا. ايه كمان؟ ويرث من ال يعقوب. ده اسمه منهج ايه؟ اللي هيقول لي الكلمه دي هيحط طبق حلوه. ويرث من ال يعقوب، يرثني، ياخد علمي بس مش هقفله عليا انا لوحدي. ويرث من ال يعقوب، هياخد مني ومن غيري، مش هقفله عليا عشان ما يطلعش زي ثمرة بعض الجماعات متعصب لا يرى الا جماعته ولا يرى الا شيوخه ولا يرى الا منهجه. هطلعه متسامح يا رب، يا رب اللي ضيع الواقع التعصب، فانا يا رب هربيه متسامح عشان ينفع قائد. ويرث من ال يعقوب، دي اسمها ايه؟ اللي هيقول الكلمه دي لا طبعا حلال ده. خد الانفتاح التربوي، خد الانفتاح التربوي، عدم غلط الطالب. يبقى هاجي اقول لك حاجه زي دي، ادي السؤال هو سهل جدا. طيب يا جماعه، يعني انا مش عايز اصعب الاسئله باكتر من كده. اعجاز الحرف في القران، اعجاز الحرف في القران، هاجي اقول لك من انواع اعجاز القران الاعجاز في الحروف وليس في الالفاظ فقط. اقول لك اني قد جاءني من العلم. ايه الفائده من حرف من هنا؟ لو كان سيدنا ابراهيم قال اني قد جاءني العلم كان افادت ايه؟ الكبر، الكبر. انا عارف كل حاجه وانت مش عارف اي حاجه. اني قد جاءني ايه؟ من العلم. في حاجات انت مش عارف، انا عارف. يبقى وصل له المعلومه وباسلوب ايه؟ جميل ومؤدب ومهذب. طيب فخرج على قومه، مش فخرج مثلا الى قومه، فخرج على ايه؟ على دي افادت ايه؟ يعني ايه العلوم؟ شمول. ان اللي بيخرج من العباده للدعوه بيبقى انسان عالي، وان لابد ان الداعيه يبقى عالي. ما ينفعش اجي لك يا حبيبي وانا لا ليا عباده ولا عندي علم هديك ايه؟ زي بعض الدعاء هو بيبقى الزاد كلام بسيط وخلاص. ما ينفعش يا حبيبي، لازم الداعيه يتعلم ولازم الداعيه يتعبد، لازم الداعي يخرج للناس مبني انسان عالي، لان الدعاء
يبقى ده اعجاز الايه؟ طيب هقول لك من ضمن انواع الاعجاز، حاضر حبيب قلبي، من ضمن انواع الاعجاز الاعجاز البلاغي في القران. اذكر ما الفارق ما بين اشتعل الراس شيبا واشتعل شيب الراس؟ ايه الفرق بين ان ربنا يقول اشتعل الراس شيبا وكان ربنا ممكن يقول له اشتعل شيب الراس؟ طب حد يقدر يجيب لي مثل من القران زي بالظبط اشتعل الراس شيبا؟ مثل نفس الطريقة البلاغية. ايه؟ فجرنا الارض عيونا، مش فجرنا عيون الارض. ايه الفرق بين فجرنا الارض عيونا وبين فجرنا عيون الارض؟ فجرنا عيون الارض في 50 عام في المنصورة اتفجروا، انما فجرنا الارض عيون الارض كلها بقت عيون. هي دي اشتعل شايب الرأس معناها ايه؟ الشيب من هنا وهنا بس. انما اشتعل الرأس معناها ولا شعره في رأسه، ولا شعره في لحيته، ولا شعره في شاربه، ولا شعره في حاجبه، الا واشتعل فيها ايه؟ الشيء. واخدين بالكم معايا يا جماعه؟ يبقى ده اعجاز بلاغي. اقول لك دلل لي، هات لي نموذج من الصوره على اعجاز البلاغي، هات لي نموذج من الصوره على اعجاز الحرف، هات لي نموذج من الصوره على اعجاز اللفظ. زي ما قلنا الايه؟ الالفاظ الايه؟ الصوره. هات لي نموذج من الصوره على اعجاز التقديم والتاخير. حد يقدر يجيب لي؟ هو عليا هين. ايه الفرق بين هو عليا هين وهو هين عليا؟ تقديم على افادت ايه؟ هو صعب ولكن على ربنا سهل. هو عليا عليا انا بس، حدش تاني يعرف. انما لو هو هين علي، هين عليا وهين على ناس تانية. انما في حاجات ما لهاش اسماء، يبقى تقديم الحرف الجر هنا، تقديم اللفظ على هنا افاد ايه؟ وعليا افاد ايه؟ افاد الخاص، افاد الايه؟ افاد انه لا يوجد احد يستطيع. انا اسف معلش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منهجنا التخطيط والاداره، وعلم التخطيط والاداره من علوم الانبياء وليست من العلوم الغربيه الحديثه. دلل من الصوره على ان التخطيط من سنن الانبياء. ها هتجيب لي مين على طول؟ سيدنا زكريا. سيدنا زكريا عنده خطتين قالهم. الخطه الاولى ايه؟ ها واني خفت المواليا من ورائي، بيخطط بعد ما يموت. وده هجيبها لك. هقول لك الداعيه الناجح ليس الذي يهتم بشرائطه وكتبه فقط، وانما الذي يفكر كيف يستمر الدين بعد موته. مش ان كل قضيته شريطي وكتابي ودرسي، ولكن الذي يفكر يعني هتقوم قايل ايه؟ واني خفت المواليا ايه؟ من ورائي بعد ما اموت، مين اللي هيشيل؟ خايف على دين ربنا. يبقى طيب والخطه الثانيه خطته الايه؟ لتربيه يحيى. هب لي من لدنك ايه؟ وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب ايه؟ رضي. ده بيخطط، ده بيقول له يا رب انا عندي خطه لتربيته من دلوقتي. واخد بالك؟ يبقى دي ايه؟ دي حاجه. طيب هجيب لك برضه سؤال. طبعا كلمه بقى ايه؟ يعني ايه وليا؟ يعني ايه ابدا؟ يعني ايه ركزه؟ خلاص دي قلناها. هجيب لك برضه سؤال. اقول لك من انواع الاعجاز القراني الاعجاز اللفظي. الاعجاز اللفظي ذكر في هذه الصوره ثلاث ليال سويه، وذكر في سوره ال عمران ثلاثه ايه؟ ايام الا رمزا، ثلاثه ايام في ال عمران. ليه جت ليالي في مريم وايام في ال عمران؟ ليه؟ قول قول ايه؟ لا ترفع ايدك لا مش ايه؟ قول. هل يسعى يخالف المعلوم في ليلة؟ لا ما انا مش بتكلم على دي، انا بتكلم ليه ذكر الليل في ال عمران واليوم في الليل في مريم واليوم في ال عمران؟ ده معناه انك لازم تكون فاهم موضوع الصوره الشموليه. مريم صوره بتتكلم عن المحاريب، زكريا في المحراب، مريم في المحراب، صوره بتتكلم عن العباده. فالليل اوفق لمعنى العباده، لان الليل ده الخلوه، وصوره مريم بتتكلم عن الخلوه وقربناه ناجيه. انما ال عمران بتتكلم عن غزوه احد والشبهات بتاعه النصارى، فبتتكلم عن رهبان الليل فرسان النهار. فرسان النهار. فناسب ان ياتي في ال عمران كلمه ايام والعباده بالنهار، وناسب ان ياتي في مريم ذكر الايه؟ ذكر الليل. يبقى ديت ايه؟ لان مريم تتحدث عن رهبان الليل، وال عمران تتحدث عن
فرسان فرسان النار. طيب اعجاز اسم السور من انواع اعجاز القرآن، ما الحكمة في اختيار اسم مريم؟ هتقوم قايل لي كلمة واحدة بس، ايه هي؟ لا مش يعني ماشي بقى جميل جدا، ما السورة دي بسببها اسلم ملك اللي هو النجاشي. ها انما مكانة المرأة، ان بنت في اولى اعدادي تحط اسمها على سورة من القرآن فيها انبياء عظماء بهذا المنظر، يبقى معناها ان المرأة دي مش حاجة قليلة. فجروا الطاقات اللي جوه النساء للتربية السليمة. طيب لما اجي اقول لك اعجاز الترابط بين الايات، كل آية لها علاقة بما قبلها وما بعدها. ايه علاقة قول الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى بقول الله قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا؟ مش هيهدي ربنا يكون في الضلالة، ماشي يعني عايزين صياغة ان ربنا قبلها اتكلم على اللي بيقولوا اي الفريقين خير مقامة، احسن نبية، احسن اثاثا، رئية، مين اللي اشيك، مين اللي راكب عربية، مين اللي معاه 5 دكتوراه، مين اللي معاه وزير في كذا، مين اللي صحبته عالية القوم والوسط الاجتماعي والمستايل بتاعه مش عارف ايه، بيقول لك ايه؟ فربنا لك بعدها ويزيد الله الذين اهتدوا ايه؟ هنا الايه دي انا بعتبرها ايه التوازن النفسي. اي التوازن النفسي، انا لما اشوف حد عنده دنيا وانا ربنا اداني دين وعلم وايمان اقول الحمد لله رب، هو زاد في الدنيا انما انا زدت في الايه؟ في الدين. عشان كده يبقى دي علاقتها بالاملاء انها بتوزنك نفسيا الا يهتز الملتزم الذي ضحى من اجل العلم والايمان حينما يرى من زاده في الدنيا وتوسعه في الدنيا. طيب جميل جدا، من منهجنا الاهتمام بالاسره، وليس ان يركز الملتزم على الدعوه خارج منزله بينما يترك اسرته وبيته بدون دعوه وتربيه. دلل بنموذجين من الصوره، وكان يامر اهله كمان ايه؟ وهبنا لهم من رحمتنا اخاه، هب لي من لدنك وليا ادبنه ايه كمان؟ يا ابتي اني قد جاءك انا جاءك. يبقى كل ده اهتمام بالايه؟ اهتمام بالاسره والزوجه والاولاد. طيب جميل جدا. لسه ايه تاني يا سيدي؟ من ضمن الاعجاز القراني اعجاز ترابط الصور، فكل صوره لها علاقه في موضوعها بالصوره التي قبلها والصوره التي بعدها. ما علاقه مريم بسوره الكهف؟ التفرق للعباده، ترك الوطن من اجل ما هو سوره الكهف ايه؟ سوره الكهف اتكلمت عن الحركه ولا العباده؟ حركه، انطلقه، بلغ مطلع الشمس، طالعين جد، حركه. سوره مريم اتكلمت عن ايه؟ عباده، اصطب العبادات، خرج على قومه من المحراب. يبقى رساله لاهل الحركه، لا يمكن ان تواصل الحركه دون استراحات العباده، هتهلك نفسك. يبقى بعد الصوره بتاعت الايه؟ حركه كانت سوره مريم. طيب في برضه شويه اسئله ثانيه. كاف هي عين صاد، انا ممكن اقول لك اذكر معنى استفدته منها. احنا قلنا كم معنى في الدرس هنا خرجنا بيه منها؟ قلنا 3، قلنا الاستسلام لله والتحدي والثقه في الله. انتوا ما لما تذاكروا هتراجعوها، يعني انا بفتح لك بس. طيب جميل جدا، من ضمن انواع اعجاز القران ممكن اقول لك كده اعجاز ترابط اول سوره باخرها، فكل سوره من سور القران تجد ترابطا بين كل اجزائها. يعني انا قلت لك اعجاز السوره باللي قبلها واللي بعدها، واعجاز الايه باللي قبلها واللي بعدها، واعجاز اول سوره باخر سوره. ما علاقه اول سوره مريم باخر سوره مريم؟ اولها انهمار الرحمات على اولياء الله، واخرها سيجعل لهم الرحمن ودا برضه انهمار الرحمات على اولياء الله، بس برضه في اخرها معنى ثاني. كما اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم اكثر؟ يبقى اولها انهمار الرحمات على اوليائه، واخرها قطع الرحمات عن اعدائه. يبقى ايه؟ يبقى دي برضه علاقه. طيب قلت لكم حته عبده كلمه زكريا، عارفين يعني ايه كلمه زكريا؟ ممكن في التسميع بقى اقول لك مثلا ايه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. اكمل الايه واذكر الايه التي قبلها، او اكمل الايه واذكر الايه التي ايه؟ بعدها. او اجي اقول لك مثلا اذ 1 2 3 سبعة. إذ إيه؟ إذ نادى ربه نداء خفي. 1 2 إذ انتبذت من أهلها، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. 3 إذ قال لأبيه يا أبت. صعبة لما تلاقي سؤال في التسميع، يعني افتكر السورة كلها، وضع بسيط جدا. طيب جميل جدا،
ممكن اجي في اللفظ اقول لك ليه ربنا قال اذ نادى ما قالش اذ دعا؟ ايه الفرق بين دعا ونادى؟ ايه معنى المناداة؟ ماشي ده الكلام ده كله قلته. طيب ممكن اقول لك رب اني، الحذف الاعجاز، ليه ما فيش يا رب؟ ليه حذف حرف النداء؟ اقرا بقى، اقرا في تفسير السوره، اقرا في البتاع، يبقى ده اعجاز الحذف، زي ما في اعجاز في زياده اعجاز في الحذف. خلاص ما فيش حاجه هتيجي زياده ولا ناقص عن الوجه وعن ابن كثير، ما فيش عن مختصر ابن كثير، اي مختصر او السعدي، ما فيش. يعني يا جماعه والكلام هيجي واضح جدا عشان ما حدش يقول المعلومات، هيبقى السؤال ده بنص درجه، انا عايز الكلمه دي، السؤال ده بثلاث درجات لان انا عايز ثلاث كلمات، وهتبقى الدنيا واضحه جدا معاك باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ربنا اذن يعني. قلت لكم ده اسئله بقى في الحفظ، ان انا ممكن اجيب لك في الحفظ معنى واقول لك هات اللي بيدل عليه. دلل ان ترك الدعوه الى الله وترك انكار المنكر من اسباب الحرمان من اجابه الدعاء. هتقول لا أكون عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، يبقى انا ممكن اقول يا رب ولا يسمع ليا. ليه؟ لان انا سايب المنكر وما بنكروش وما انا شغال للدين. يبقى من اسباب الحرمان من اجابه الدعاء ترك انكار المنكر وترك الدعوه الى الله. يبقى ايه دلل؟ طيب ممكن اقول لك اشتعل الراس شيبه، ايه دلاله كلمه اشتعل؟ نار الحرقه على ذهاب العمر والرغبه في العباده، ان هو عايز الف عمر في عمره متفرغ. ممكن اقول لك يعني ايه وهن العظم مني؟ يعني ايه العظم؟ يعني هات لي المعنى بتاعها. يعني ممكن اقول لك ايه كلمه زي دي؟ طيب جميل جدا. ممكن اسالك سؤال برضه ظريف جدا عن السعاده، ان الصوره تحدثت عن اسباب دفع الاكتئاب، مش بتكلم طبعا عن الاكتئاب المرضي، يعني اكتئاب جيني، لا يعني ربنا يشفي المرضى اجمعين، انا بتكلم عن اكتئاب 99% من المجتمع اللي هو بيسموه رياكتيف ديبريشن، اللي هو الاكتئاب التفاعلي، اللي هو اكتئاب بسبب المشاكل والهموم والضغوط. يعني ايه؟ انا بتكلم عن ده. فاقول لك ان الصوره تعالج ايه؟ مساله الايه؟ النجاه من الاكتئاب والنجاه من الهم والغم. ايه الحاجات اللي في الصوره تنجيك من هذه الكروبات؟ هتقول ايه؟ قول. ممكن اسالك سؤال برضو جميل جدا، حنانا من لدنا، ايه الفرق بين الحنان والرحمه؟ ايه الفرق بين الحنان والرحمه؟ يعني الام عندها حنان وعندها رحمه، ايه الفرق بين رحمتها وحنانها؟ ممكن عامل قمامه يخبط على الباب تقوم ترحمه تديله طبق اكل، انما ده حنان عليه ولا رحمه؟ رحمه. امال الحنان على مين؟ على الله. يبقى اذا الحنان ده على العصاة ولا على الملتزمين اللي محتاجين يتربوا؟ على الملتزمين اللي محتاجين يتربوا. يبقى الحنان ده لفظ في التربيه، يعني لفظ انك انت ايه في التربيه. ممكن اقول لك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، حملت الايه ثلاث اخطار او اعظم ثلاث اخطار، ايه هما؟ يوم ولد اللي هي فتنه ايه؟ فتنه المحيا، فتن الحياه، ويوم يموت اللي هي ايه؟ فتنه الممات وعذاب القبر، ويوم يبعث حيا فتنة النهار وأهوال القيامة. وأقول لك بقى علمنا الرسول دعاء يجمع هذا كله في كلمة واحدة، اللي هو دعاء إيه؟ دعاء إيه؟ قول يا أيوة سمعت أهو، اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام. طيب وقلنا قضية الاصطفاء والاختيار، وقلنا قضية إعجاز الحروف، خلاص الكلام ده كله بقى واضح ومعناه واضح فضل ومنة الله، وقلنا قضية الحتة دي كلها. طيب خلاص، أسباب النجاة من الاكتئاب في عصر من أخطر عصور الاكتئاب في تاريخ البشرية. صفر ميلاديا ده كانت الدنيا يعني كلها ولعة، الكرة الأرضية مشتعلة. يعني فأسباب النجاة، عشان كده سيدنا عيسى بيقول عزم من الرسل، لأنه كان جاي في فترة مهولة في الأحداث الرهيبة، لما كانوا بيحاربوا بعض المؤسسين للصحوة الإسلامية في الثلاثينات والأربعينات، فالغرب قال لك الناس دي كبار، طب نعمل لهم ايه؟ قال لك اصنعوا لهم احداث اكبر منهم، دي خطيره جدا. قال لك اعملوا لهم احداث اكبر من زي مثلا 25 يناير، يقول لك يا اخي ده في دعاء كان الناس بتحبهم بعد 25 يناير، قال لك ايه؟ لا ده ليه؟ احداث كبيره. هيعمل ايه؟ احداث مهوله، محرقه واقعيه، فلما يجي نبي في وسط احداث زي دي ويذهل الناس ببطولته وقوته في الحق وكلمة الحق وجهاد
هذه الدعوية وياخد الناس الى قضية الجنة والنار في وقت ما حدش بيفكر فيه في الاخرة. يبقى انا بطل ولا مش بطل؟ ده شخصيات جبار، شخصيات الانبياء شخصيات جبار. في اخطر عصور الاكتئاب، اذكر بقى ايه اسباب النجاة من الاكتئاب من خلال السورة. ايه يلا واحد. لا ماشي يعني ماشي، انا عايز حاجة مباشرة. ما انت هتقول لي انعم معناها كل ما انا عايز حاجة مباشرة. من دون العسى الا كنا بدعاء يا رب ايه؟ شقي. ايه السبب هنا للنجاة من الشقاء والاكتئاب والهم؟ الدعوة. انكار المنكر. الكلمة يعني ايه؟ اعتزلكم، مش هسكت لكم على الظلم اللي انتوا فيه ده. مش هاساكن الظلمة دول. طيب الحاجة التانية؟ فناداها من تحتها. الا تحزن. اللي في الموقف ده بسبب ايه؟ كلي واشربي وقري عني بسبب ايه؟ العباده، عبادتها. طب والحاجه الثالثه؟ ولم اكن بدعائك يا رب شقيه. يبقى ده بسبب ايه؟ الدعاء. اجيب لكم اسئله في القراءات ولا بلاش؟ اجيب لكم سؤال في القراءات؟ نفسي يا رب. لو جبت سؤال في القراءات واسال واحد بس لو جبت، وبغششكم من الوقت اهو، هقول لك ان من اعجاز القران اعجاز القراءات، وان كل قراءه معجزه جديده واضافه في المعنى. ففي قراءه تساقط عليك رطبا جنيا قراها يعقوب، يساقط عليك رطبا جنيا. ما دلاله قراءه يعقوب؟ ايه الفرق بين تساقط ويساقط وبين يساقط؟ تساقط يعني معناها ايه؟ خلاص يساقط اضافت ايه؟ ان الجزع هو اللي هينزل رطب. يعني المعجزه هنا ان الرطب مش نازله بس من الجريب، ده الجزع بينزل رطب. يبقى ايه؟ كان الرطب بتنهمر عليها من كل شيء في الايه؟ في النخله. طيب والاعجاز الطبي قلناها. يعني انا مش هقدر بقى اكمل كل المذكرات، انتوا بقى قيسوا على ده، قيسوا على ده. يعني من ضمن منهجنا المجاهده الفرديه حتى الموت، المجاهده في العباده والاصلاح، اصلاح النفس حتى الموت. دلل من الصور، هات لي شاهد من الصور. سهله جدا. هات لي شاهد من قصه عيسى. هو يا اخويا قول سؤال تاني. السؤال من منهجنا المجاهده في اصلاح القلب والعباده حتى الموت. مفيش حاجة اسمها انك انت تتعب لي سنتين في طلب العلم ولا اصلاح قلبك وبعد كده ما بقتش محتاج احضر دروس. انا بقيت شيخ، انا اتعملت في كلية شيخ خلاص، ده انا بقيت رئيس اسرة في الجامعة، ده انا بقيت مشغول في الدعوة والحركة. لا يا حبيبي تفضل تحضر لاخر يوم في حياتك. ها واوصاني بالصلاة والزكاة. ما دمت حيا، ما دمت حيا. يبقى طيب تقدر تجيب لي حاجة تانية؟ خرج على قومه من المحراب. المحراب ليه علاقة بالحرب؟ انت لسه بتحارب، انت لسه بتحارب. يبقى ده ايه؟ يعني خلاص كده. خدوا بالكم يا جماعه، اللي هيذاكروا من اكتر تفسير ممكن تلاقوا فيه اختلافات بين الاقوال. يعني تلاقوا مثلا ايه؟ ابن كثير يقول لك مثلا ايه؟ جزع النخله، يقول لك ان النخله كانت ما فيش فيها ثمر مثلا. تلاقي تفسير تاني يقول لك النخله كانت ميته، هي كانت جزع اصلا ملوش راس. ممكن تلاقي كلام زي ده. يبقى ساعتها انت تفهم ايه؟ ان في تنوع في الاقوال. واخد بالك؟ ما تقولش هو مين الصح؟ تنوع في الاقوال. يعني خلي عقليتك واسعه للي هيحب منكم انه يتوسع عشان افقك يوسع اكتر باذن الله سبحانه وتعالى. طيب خلاص كده. يعني ممكن اجيب لك برضه سؤال بس يعني يبقى ايه؟ حاجات بسيطه. عبوديه الكل لله، هات لي ايه تدل على عبوديه الكل لله. أنك لست العبد الوحيد لله في هذا الكون، وإنما كل شيء يعبده، وكل شيء يغار على توحيد الله، وكل شيء يغضب لله، وأن الكون عنده ولاء وبراء. اللي بتقعد تكشف وتوف الأمة، إحنا بنقول تفتيش حرب يا جماعة، تفتيش حرب إمتى؟ اتكلم. ها؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يبقى الكون كله عنده ولاء وبراء. تقعد تكشف موتوا عقيده الولاء والبراء في الامه. يقول لك ميسي ما فيش مناسبه ممكن اليهود بيعملوا حاجه في الفلسطينيين الا ممكن ميسي يدعم اليهود فيها. واللاعب فتيجي شاب يقول لك ايه ده لاعب كوره، انا مش بحبه عشان الكوره.
يريدك الله. أول شيء أن يتولاك الله. وليس أن تجد مربي، وليس أن تحضر دروس، وليس أن تجاهد في الطاعة. أول شيء أن يتولاك الله. خلاص بقى مفيش أوضح من كده. فهب لي من لدنك وليا يرثوني، قبل يرثوني وقبل ما هعلمه وقبل ما يروح لأب يعقوب، أول حاجة وليا تتولى تربيته يا رب، تتولى أمره يا رب. طيب يعني مبدأ الاستمرار مبدأ عظيم، فلا وصول لأي نجاح دعوي بدون الاستمرار. تلمي أنا عايز أعلمك معنى الاستمرار ده، تربية بقى. إنك أنت حبيبي مش تيجي تحضر الدرس مرتين ثلاثة وتقول لنا لا يا حبيبي، ده أنت توطى نفسك إلا إلى أن تموت أنت هتفضل تتربى وتفضل تحضر دروس إلى أن تموت. ما تنزليش جولتين وتقول لنا نزلت وسيب، مش قضيت فرقة ونص في التربية والدعوة، ده أنت إلى أن تموت شغال لدين ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى وعلى هذا العهد مع الله. دلل لي بقى على إن الاستمرار في الدعوة، ها ولا دكتور مصطفى؟ دلل على إن الاستمرار في الدعوة لا يوجد نجاح دعوة دون ما دمت حية. ماشي ما دمت حية يعني ماشي، أدي معنى بس ده في العبادة مش في الدعوة. أنا بقول في الدعوة يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، استمرار. الاستمرار والتواصل مش كلمتين بتلمهم وبتمشي، ممكن كل مرة يا أبتي كانت جلسة غير التانية. طب دللي بقى أنه لا وصول لأي نجاح إيماني وتعبدي بدون الاستمرار، عشان ما يجيليش أخ أنا فاشل، أنا ربنا مش قابلني ليه يا حبيبي، حاولت إن أنا أصلح قلبي وفشلت، حاولت أقوم الليل وفشلت. أنت حضرتك أنت مش أنت بتجادل، أنت قصتك كلها بدأت من أنت، أنت ملتزم من أنت. أنا بقالي 3 شهور ملتزم. أنت يا ابني مخك فيه حاجة، أنت يا ابني عقليتك محتاجة، أنت يا ابني محتاج علاقة عقلي الأول. أنت عايز في 3 شهور، ده لما نزل قول الله ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ابن مسعود قال يا رب ليس على اسلامنا، لم يمر على اسلامنا الا 5 سنوات، 5 سنين وربنا طالبنا بالمقامات الايمانيه زي مقام الخشوع. ازاي واحد فاهم ان الطريق ده طريق سنين عشان الاستمرار بتطلع، انما تروح تحاول لي في تاني الليل تقوم تظبط المنبه ما تصحاش، بكره تظبط المنبه تقوم صاحي العصر تقول انا فاشل. فاشل مين يا ابني؟ يا ابني انت قدامك 5 سنين عم تستقر في القبله ايه؟ عم تستقر في ورد صعب ربع. انت يا ابني انت بتهزر يا ابني حبيبي، افهم الواقع، افهم ان ده طريق. انا حاولت اطلب علم ما عرفتش، جيت اقرا الكتاب ما قدرتش افهم، وجيت اقرا تاني يوم والدتي قالت انزل هات عيش، طلعت بعد ما جبت العيش لقيت نفسي دايخ نمت 12 ساعه، وجيت اذاكر تالت يوم لقيت مش حبيبي. انت بتقول ايه يا ابني؟ انت على ما نفسك تلين للقعده على المكتب ساعه في اليوم قدامك 3 سنين. اقبلوا يا جماعه الطريق، افهموا طبيعه الطريق عشان ما تتحطموش. عشان كده ده سؤال منهجي لما اقول لك الاستمرار. يعني طب التعبد قال اخوك وقال ما دمت حي في ايه تاني؟ سيده مريم اتخذت من اهلها مكان شطي فاتخذت من دونهم حجاب، واحده مكمله والواصله وبتستمر وبتزيد. ما فيش زياده غير مع الاستمرار، ما فيش زياده غير مع الاستمرار، وما فيش وصول غير مع الاستمرار. معاني مهمه حاولت اركز مع يعني عليها معاكم النهارده يا جماعه. انا اردت ان انا اوصل لكم فكره، يعني اتمنى انها تبقى وصلت في تفتيش الحرب اللي احنا عملناه النهارده ده باذن الله سبحانه وتعالى، واللي ثبت لي ان في ناس كويسه. والله يا جماعه انا ما كنتش متوقع على فكره ان هيبقى في تجاوب وردود كده، ما كنتش متوقع ان في ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله مخها بيقلب معايا كده وصاحيه ومركزه معايا من اول الدرس ده، وعارف ان في ناس متسهتنه وقاعده في النص عارفه كل حاجه وساكته. بس انا سايبهم مستهتمين كده، يعني ايه هم عارفين زي ثانويه العامه كده في ناس مستهتنه كده وعامله مش عارف حاجه في المجموعه كده، او في ناس مستهتنه وقاعده كده وعامله ان ايه قاعده بس بتراقب الوضع وهي مذاكره، وانا عارف كده وعارف ان الاخوات اللي تحت وحوش، يعني لو كان في فرصه ان الاخوات يتكلموا كان كلنا سكتنا. فان شاء الله باذن الله فضل الله ده علامه جميله، وعلامه ان بفضل الله الشهرين اللي فاتوا ما راحوش هدر يا جماعه، ان في ناس استفادوا. عارف ان عدت اسود ان شاء الله لا قوه الا بالله اما كلفتهم بابحاث دعويه، يعني انا بقرا الابحاث يعني قلبي طاير والله يا جماعه، ان الناس بذلت مجهود، ان الناس ذاكرت بجد وعملت ابحاث في الدعوه بجد فضل ومنه الله. فان شاء الله المنافسه الجمعه الجايه هتبقى شديده ان شاء الله باذن الله، المنافسه تبقى كبيره. اتمنى ان كلكم تدخلوا فرصه والله يا ابني، حتى لو ما كسبت انك حفظت وخدت لك الحسنات المهوله ده ايه
وبقى في صوره في صدرك عظيمه كده وبقيت فاهم الكلام اللي انت لو ما خرجتش غير بالمحاضره اللي قلناها النهارده ده ايه بقيت فاهم ان ليك منهج فاهم واللي يتكلم تحط ايدك في عينيه تقول له يا ابني احنا لينا منهج تعال افتح القران وانا اقول لك واقول لك منهج من ايه واجيبه لك من قصص الانبياء تعال اما نتحدث عشان كده فاتبعني اهلك انا قلت لكم قبل كده انه لا جهاد الا وراء مين الا وراء العلماء قال لك هما فين العلماء دول يا ابني انتوا بتتكلموا ازاي اول حاجه كلمه العلماء مش معناها اتنين ثلاثه بدايه يعني علماء ده علماء ده الامه دي ما شاء الله فيها مئات الالوف من العلماء انت بتتكلم في ايه ثاني حاجه ان حبيبي حينما يتبين امر الجهاد ستجد كثير من يقول لك كل العلماء كثير من العلماء في الصف الاول يبقى فاتبعني اهدك ده دي في العباده بس ولا في كل حاجه فاتبعني اهدك ده دي في 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 في, في الحمام والسفره فقه الحد والنفاس وفقه الوضوء والطهاره وفقه الاكل والطبيخ بس ولا في الحياه هو العلماء فاهمين فيزياء وكيمياء لا بس عارفين ضوابط الحلال والحرام يعني مش هقول لك ان العالم هيقول لك فيزياء وكيمياء بس هيقول لك ايه الحلال وايه الحرام في ده هيقول لك ايه الحلال والحرام في ابحاث الجينات هيقول لك ايه الحلال والحرام في الـ في الـ في نقل الاعضاء هيقول لك ايه الحلال والحرام في الستيم سيل تكنولوجي هيقول لك ايه الحلال والحرام هيقول لك ايه الحلال والحرام ان هو مش هيفهم في العلوم الدنيويه ده ديت علوم مختصين ولكن هيديك الضوابط اللي توصلك يبقى يعني حاولنا ان احنا نركز مع بعض ان شاء الله يا اخواني على هذه المعاني الجميله هتبقى فرصه جميله قوي ان احنا كلنا نبقى فاهمين يا جماعه عشان ان شاء الله لما ندخل في سلسله ثانيه وسلسله ثالثه يبقى الدرس بيعرف حقيقي يعني انا هقيس مستوى نطق الدرس ده بعدد اللي هيدخله ومستوى الاجابات خلاص يبقى ديت ان شاء الله فرصه بس قلت لكم كل شابتر يعني كل محاضره هيجي عليها سؤال كبير هم خمس محاضرات المحاضره الاولى هم خمس مذكرات وزعت عليكم اثنين والنهارده ثلاثه ان شاء الله ثلاث مذكرات هتوزعوا باذن الله الاخرانيه بقى ما لحقناش ان احنا اللي بتاعت المره اللي فاتت ما لحقناش نوضبها ونشيل الاخطاء المطبعيه وحاجات كده منها يعني معلش يا جماعه استعجلا وخلاص هو ده المتاح دلوقتي باذن الله اللي عايز يرجع اكتر عنده الدروس الصوتيه هتعمل هتذاكر ازاي؟ رقم واحد هتقرا ابن كثير مختصر ابن كثير او السعد ده رقم واحد تفهم الاول افهم الموضوع ايه؟ رقم اثنين هتقوم حافظ الصور هتقوم ايه؟ حافظ بعد ما فهمت بقى ورد التفسير تقوم حافظها ومراجعها كويس هتلاقي الحفظ بقى سهل جدا ان شاء الله رقم ثلاثه هتقوم قاري ايه؟ قاري المذكرات اما تقرا المذكرات ما تحفظش حاجه فيها خالص انت كل صفحه هتلاقيني عايز منك معلومه او معلومتين انا مش عايز باشا انا عايز كلمه كلمه واحده بس تقول بس سيدنا زكريا قال كلمه حق بس قول ايه كده ان سيدنا زكريا خطط للدعوه في اي كذا بس هتخرج لي بكلمه الكلام ده هتفهمه هتلاقي ان شاء الله الاجابات في غايه السهوله باذن الله سبحانه يبقى تقرا بكثير وبعد كده تحفظ الصوره ان شاء الله وبعد كده تقرا هذه المذكرات بفهم الحاجات اللي تحفظها ليها معاني الكلمات يعني الحاجات اللي هتبقى محتاجه حفظ ومش حفظ نصي بالمعنى يعني اللي مش هي اللي كلمه بالظبط مش هقول غلط اللي هيبان انه فاهم هو صح يعني الفهم يكفي ان تكون فاهم هيكفي جدا باذن الله سبحانه وتعالى الامتحان هيبقى مستوى الطالب المتوسط باذن الله سبحانه وتعالى وهيبقى نصف الدرجات تقريبا على التفسير ونصف الدرجات باذن الله سبحانه وتعالى على حفظ القران هجيب لك بقى ايه سؤال بقى يعني زي ما قلت لكم كده على الخمس محاضرات كل محاضره سؤال باذن الله سبحانه وتعالى المذكرات هتتوزع عليكم في الورش ان شاء الله باذن الله طبعا بالقدر اللي موجود يعني وكل يصور من بعضه بقى ويصور لبعضه ان شاء الله طبعا هتنزل على النت لاخواننا واخواتنا على النت ان شاء الله خلاص يبقى كده احنا خلصنا ان شاء الله بقي التوصيه في نهايه اللقاء وهي يا اخواني في الله خرجنا من سوره مريم ان العباده دي نور حياتنا وان من غير عباده عمر طريق ما ينور وان الانبياء بعد ما هو انبياء فضلوا يجاهدوا في العباده قضيه العمره يا جماعه انا لا اريد ان واحد منكم يقول ان انا يعني لسه كنا بنشوف عمره بيقول خلاص يعني العمره هتخلص يا جماعه العمره هتخلص فما ينفعش ان انت يعني انا عامل العمره اساسا على الدرس ويجي من الدرس عدد بسيط ويجي من الاخوه اللي الواحد مهتم ان هم يتربوا ويكبروا عدد بسيط حبيبي ايه المشكله؟ ايه القضيه؟ انت ممكن تعمل جمعيه اللي عايز يتصرف بيتصرف اللي عايز يقاتل هيروح النهارده يعيط بين ايدين ربنا ويقول يا رب انا
مكة والمدينة. يا رب انا عايز اعبدك في ليلة القدر المفتوحة في الكعبة اللي بمئة الف ضعف كل عمل صالح. يا رب افض عليا. يا رب انا عايز اعبدك في وسط صحبة صالحة. انا عايز اتشجع. عشان كده اخواتنا في الورش النهاردة باذن الله يتضارسوا مع بعض. واخواتنا في الورش يتضارسوا مع بعض. اللي نفسه يطلع وعنده مشكلة نتضارب يتفاهموا ويتناقشوا. ممكن تلاقي اخ مع فلوس يقول له واحد تاني طب انا ممكن اسلفك مثلا ايه 1000 جنيه او 1000 جنيه. اه طب كويس وانا معايا 2000. طب والاثنين التانيين انا ممكن اعمل جمعيه بيهم. اتصرف يا حبيب قلبي. يعني انا بقول لكم اتعبوا يا جماعه عشان نوصل لهم. يعني مش هنوصل من غير ما انا في العمره دي الله بارك يا حبيب الله بارك يا حبيب انا اول واحد دفعت في العمره. يعني حتى لا تظنوا ان انا راجل بقى ايه. يعني انا اول واحد دفعت في هذه العمره بفضل منه الله سبحانه. يعني ده عمره تربويه. انا طالع اتربى زي زيك. انا طالع اتربى زي زيك. انا مش طالع يعني خلال حبيب قلبي. انا متربى زي زيك ورايح اعبد ربنا زي زيك باذن الله. ورايح نتعاون بالصحبه زي زيك على عباده الله سبحانه وتعالى. كتابه يا اخواني اسلوب الله باذن الله سبحانه وتعالى. يعني نرجو الحق باذن الله ونرجو نقشه القضيه ديت في الورش النهارده باذن الله. سددكم الله جمعه الجايه ان شاء الله باذن الله. ورقه ايه؟ الجمعه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى الدرس. حبيبنا الشيخ انس ربنا يحفظه ويشفيه يا رب. ربنا يشفيك يا شيخ انس يا رب. حبيبنا الشيخ انس من نجوم الدرس والورش يعني. بس هو كان مريض سبحان الله. بس هو كده كنت ناوي ازورك بعد الدرس. يلا الحمد لله اجرت بالنيه ان شاء الله باذن الله نزورك بقى ان شاء الله بس وانت سليم ومعافى باذن الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. قول امين يا رب. امين. غير ملحقه يعني ما تقول امين يا عم الملك يقول لك ملاك الرزق. ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه الامتحان هيبدا 3:15 باذن الله. تصلوا العصر هنا بعد كده هيبدا توزيع الورق. الورقه هتبقى عامله زي ديت. الاجابه في الورقه. الاجابه في الورقه مباشره وهيبقى عليها تيكت لدباسه كده. هتكتب اسمك ورقم. يعني مثلا الرجاله هتاخد ارقام فرديه مثلا والستات تاخد ارقام ايه؟ زوجيه. وبعد كده بعد ما الورق يتلم هيتقطع التيكت هيتكتب الرقم على المذكره. مثلا رقمك مثلا 40 هيقوم مكتوب على المذكره بتاعتك 40 ومتقطع الايه؟ الورق. الورق يتجمع ويتحط في مكان سري ويتصحح الورق دون ان اعرف من. عشان عواطفي او يعني عشان عواطفنا ما تغلبناش احنا بنصحح. يطلع مثلا الورقه بتاعت زوجة اخ صاحبي. يطلع الورقه مثلا بتاعت اخ حبيبي. يطلع ما فيش الكلام ده. يبقى كل حاجه وقت ما يظهر ده الفايز نقوم نعمل ايه؟ نشوف رقمه ونقوم جايبين الرقم عليه باسم مين وان شاء الله باذن الله ويعني نحتفل بيه كلنا سويا بهذا الفائز. والناس المميزه انا واثق ان هيبقى في ناس مميزه ان شاء الله. الناس المميزه يبقى ليه قاعده معاهم بقى. يعني اشوف الناس اللي تميزت في فهم القران ديت لابد ان يكون في نوع توجيه خاص ليهم. ما يبقاش واحد متميز في فهم القران وما فيش اهتمام بيه لان احنا ده كنز بالنسبه لنا. ده ممكن دول يعني الواحد اصلا يبقى يعني ايه ان شاء الله زي ما يعطوا لهم قدر من الاهتمام كده. بعد كده باذن الله موعدنا الجمعه القادمه ان شاء الله من العصر للمغرب. الامتحان هيبقى مدته حوالي ساعه ونص باذن الله بحيث انه يخلص قبل الدرس. يخلص تحضر الدرس كده ان شاء الله باذن الله وانت بنعمل كده ومفرفش باذن الله. ما انتش قاعد تفكر في الحاجات اللي فاتتك وغلط فيها. تبقى راجل سليم نفسيا يعني عادي. الامتحان عدى والقصه خلصت الى ان ياذن الله باعلان النتيجه ان شاء الله. موعدنا الجمعه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخونا بيقول احنا نمتحن على صوره مريم. يعني بصوا حبيب قلبي قد بصوا